السلام عليكم. عند هاد الصيف هذا تيحتاج شي حاجه بارده. هنديرو واحد الكيكه غير بالبودين والحليب وهذا. المهم اللي ما عندوش هذا تيجي زوين، تيجي بحال شي كيكه نيت مفشفش. راه اللي هنايا غادي يعرفوه، ها هو ده، تيجي زوين احسن من هيرنيس. والمهم اللي ما عندوش يدير هيرنيس. نبداو على بركة الله. بسم الله، نديرو ثلاثة الكيسان ونص ديال الحليب على حسب داك البودينغ، على حسب داك، المهم داك البودينغ اللي تنديرو هنايا. انا شريت ديال الفانيليا ونتاع البنان موز ارمولي جوج، عندكم تلفوني. الثاني هكايا ونص، تنديرو البوطة هكا تنجهدوها شوية باش نحركم. هذا لا 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 لا، نجيو نقادو هادو على حساب، انا ندير غير هذا صغير على حساب حنايا قلال في الدار. انا وزمالي هادو تيجيو زوينين صراحة، تيجيو مفشفشين 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 مفشفشين. المهم كملو ونعطيكم مفشفشين هي هاديك. نبغاو كاع يتستو، المهم هكا يخليوني هكا. دابا غادي نديرو بودينغ، نديرو هدا اللول وراكم عارفين الطريقة. المهم حركو حركو حتى يشد، حتى يرجع بحال الكريمة، تحسي بيه شد راسو صافي خويه على هادوك. عاودي ديرو الطبقة الثانية، جوج طبقات بركة. واللي بغى يدير كتر يدير. نبقاو تنحركو، نجهدو البوطة شوية. Thank you.
بغيت نوريكم. المهم راكم عارفين التير يشد، هو دعات بغي يبقى تيشد راسو. نقص دابا البطة شوية، هانتوما ها هاو تيرجع تقيل، تيرجع كريمة هانتو بحال فلون ديال فلون ديال المغرب. هنايا عارفين هذا بلا سكر حيت يكون حلو. ها هو صافي رجع كريمي، ها صافي نطفيو عليه البوطة. طيب تحرقت الصراحة، اللي شد معايا تليفون اجي وعاونوني. وصافي تنخويو بهكايا، وصافي من بعد هاي دي الطبقة الثانية جا داكشي عطيت لولدي وحدة حيت علي. المهم هذا هو سميتو، تنزيدو هذه الطبقة الثانية، هي اللي راه تشد راسها صافي ترجع كريمة. وصافي من بعد ندخلو على الثلاجة تتبرد، تتبحر تبرد تاهي مع راسها وصافي بالصحة والراحة. المهم من بعد تزوقها باش ما بغيتوها من الفوق، يعني كان عندكم شي سيرو فريز. المهم انا تنخليها هكاك، كان عندي الفريز تنديرو فواكه. المهم المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. وهذا حبيباتي هو الشكل النهائي ديالها. قبلوا عليها، درت لها انا الكاكاو كاكاو ودرت لها من الفوق وصافي. دابا غادي ندخلها الثلاجة وبالصحة والراحة، اسهل ما يكون. بلا عذاب بلا والو. يلا باي باي، السلام عليكم محليكم.